السلام عليكم، مساء الفل على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه على قناه الاهلي. تحيه كبيره لحضراتكم. النهارده حلقه مميزه بناء على طلب حضراتكم وخصوصا لصديقه البرنامج ام اسلام. بنبعت لك تحيه ونقول لك احمد النهارده معانا جاي يعمل لنا احلى فطير شرقي. كل اسرار الفطير الشرقي معانا النهارده هنا خاصه في مهارات عظيمه، وهيحكي لنا بقى ازاي بيعملوا العجينه ونقدر نشيلها ازاي، كل ما انتم عايزين تعرفوه عن الفطير. سلام عليكم يا ابو حميد، ازيك؟ الحمد لله، منورنا النهارده. نورك انت يا شيف، مبسوطه بيك جدا. ده انا وما شاء الله الله اكبر عليك حبيبي، ربنا يسعد قلبك يا رب. طبعا انت يعني عامل لنا شغل حلو، وعاملين النهارده فطير شرقي، وعامل لنا النهارده كمان العجينه بتاعه البيتزا الايطالي. بيتزا ايطالي صح كده؟ صح. طيب هنتكلم الاول عن العجين. تمام. اولا احمد سندباد، شهرته احمد سندباد طبعا، يعني من محلات الفطير بقى اللي مشهور. احنا كلنا بنحب الفطير الشرقي، هتابع لك انا اللي في الفرن ما تقلقش. خلينا بقى نشوف مع احمد كده المقادير. يلا نقول المقادير بتاعه الايه، الفطير الشرقي الاول كعجينه. بسم الله. بصوا اول انتاج لاحمد اهو، ما شاء الله ما شاء الله، بصوا كده الله اكبر. تحب اجيب لك حاجه تطلع عليها على طول؟ تمام ماشي، حاضر. انا النهارده جايه اساعدك بس. بسم الله، نحطها على تمام. يلا بينا، بس انا نشفه لك الاول. بسم الله، في ورق. يلا بينا. ايوه، تسلم ايدك وعينك. احلى يعني بيتزايه، دي بيتزا ايطالي. بيتزا ايطالي تمام. العجينه بصوا يا جماعه جميله وهشه وقطنيه رائعه ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بتتقطع وهي سخنه كده انها تتكلم عن نفسها. كل الحاجات دي هنقول دلوقتي مقاديرها وحضراتكم هتكتبوا معانا علشان نبدا هنجهز دلوقتي واحده بس معاكم سريعا بالبسطرمه، عشان قلت له انا بحب اللي بالبسطرمه ودايما بتبقى حادقه احيانا في بعض الاماكن. بصوا بقى احلى بدايه في الاول، وبعدين هنحط بقى عليها الاضافات الحلوه. انا عن نفسي بحبها بسطرمه، وبحبها بالبيض، وبحبها فيها فلفل طبعا اخضر، فيها زيتون خفيف، فلفل حامي كام واحده كده. نعمل عليك فطيره يا فندم ولا شرقي؟ اعملها شرقي. تمام. يعني براحتك زي ما انت عايز. انت نعمل شرقي الاول عشان احنا بادئين بالشرقي. تمام. وهنبدا دلوقتي كمان في العجينه بتاعته. وطبعا احمد هيقول لنا احنا نوع الدقيق اللي نستخدمه بقى، قول لي في بالنسبه للفطير الشرقي اللي احنا عايزين نعمله بقى يا احمد. هو يعني انضف حاجه النجوم جولد. يعني المهم ان هو يبقى في عرق، في عرق قوي، دقيق قوي. بالزبط. صح كده؟ انا هقول لكم كل حاجه على الصفحه، هكتب لكم الانواع اللي قال عليها احمد بالظبط علشان حضراتكم تبقوا عارفينها، وهي انواع معروفه لينا كلنا. يعني دي الصواني بتاعتنا العاديه، بتاعه البسبوسه، بتاعه الصغنونه اللي بنعمل فيها بتاعه البيتزا العاديه. عمل حط فيها زيت وعمل الفطيره وطبقها. تعالى بقى قول لنا العجينه بتعملها ازاي على الكيلو دي بقى. كيلو دي؟ تمام. نعجن؟ كيلو دي نحط كيلو دي 600 جرام ميه مثلا. ماشي. نعجن عجنه خفيفه، ممكن نجيب بعد الحاجه نحط لها دي. ايوه. تحب ادخل لك دي الفرن؟ لا لا، ولا عايز تديها لسه حاجه؟ هنعملها لسه حاجه. ممكن نحط مثلا كيلو دقيق. كيلو دقيق بالظبط. ماشي. ايوه. نقفل مثلا معانا عجينه البيتزا الشرقي، ما تاخدش غير ملح وميه وزيت زيتون. ملح وميه وزيت زيتون، قد ايه زيت زيتون بقى بتحط لها يا احمد؟ 100 جرام مثلا. 100 جرام، حلو قوي. لا هي دي ممكن تفتحها يبقى اسرع. تمام. ممكن بقى نقطع الكام واحده دول. يعني حابه ان نحط قرن فلفل حامي بقى مع اللي انت عملتها دي، تبقى جميله. الميه بقى شرط تبقى دافيه، يعني انا لو بعملها في الشتاء، سيبك من الصيف احنا عارفين ان في الصيف. الشتاء هل انا محتاجه ادفي الميه شويه تبقى فتره؟ لا ملهاش ولا ما بيفرقش؟ هي الفكره بس العجينه لما بتقعد في مكان في حر بتريح بسرعه. والراحه دي بالنسبه لك من وجهه نظرك انت كفطاطري المفروض تبقى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هي يعني حلوه ووحشه، حلوه بتدي فطيره حلوه لطعم الزبون. بس وحشه ممكن تقرفنا شويه في الشغل. ان انت تفردها. بالظبط. فهمتك، يعني هو لما بتريح معاه العجينه ما بيحبش عشان لما يعرف يشتغل بيها تبقى ماسكه نفسها كده معاه في الشغل. تمام. طيب احنا بقى بعد ما بتتعمل العجينه بنكور بقى في ساعتها على حجم الصواني اللي هنعملها.
لا على حسب مثلا. ولا انت بتسيبها كور كبيره وبعدين بتبدا تقطعها؟ عشان بشوف مرحله التقطيع عندكم الاول. تقسيط. التقسيط دي اه اللي هي السطح. اللي هي على قد كل فطيره قد ايه. تمام. صح. نبتدي نقسطها بس مش اكتر. نقسطها على حسب ايد اللي شغال. تمام. وبعد ما بتقسطها بقى بتعملها بنحطها بقى على زيت ونسيبها ترتاح قد ايه وقت؟ مثلا من 10 لنص ساعه مثلا. 10 دقائق لنص ساعه. من 10 دقائق لنص ساعه. تمام. وبعدين نبدا نفرد فيها. انا شفتك فردت الاول هنا. ايوه عادينا. فرده مبدئيه صح كده؟ تمام. نسيبها تريح. ممكن نشتغل بيها ممكن نشتغل بيها على طول. طيب انا بقى هستسمحك في حاجه. احنا هننزل الاول مقادير الفطير الاول الاساسي. تمام. اللي عمله دلوقتي احمد وهو عباره عن على الكيلو دقيق عندي 600 ملي ميه بس. حضراتكم عشان على حسب نوع الدقيق اللي هتستخدموه حطوا الميه زي ما حطها كده احمد بالتدريج. عندنا طب انت حاطط بيضه في الفطير الشرقي ولا انت مش في الفطير الشرقي؟ بتاخد بيضه بس في الاخر خالص. والله؟ اه. بتحطها لها امتى بقى؟ يعني هو لو بياض بيض احسن. لو بياض بيض احسن. احسن. طيب احط لها قد ايه على الكيلو؟ بيضتين مثلا؟ بيضتين مثلا. بياض بيضتين. بياض بيضتين. طيب بحطها في انهي مرحله؟ انت دلوقتي عجنت اهو. عجنت منين؟ على طول هنشغل عجانه نديها شديق تاني لو هي خدت ميه زياده. ونديها مثلا بيضتين. يعني لو في حاله يا جماعه لو خدت ميه زياده حضراتكم هتزودوا شويه دقيق كمان وبعدين نديها بياض البيضتين ونقلبهم كويس. نقلبهم كويس. تمام. حلو. وبعد كده بنقسطها زي ما انت ما بتقول. بنقسطها. اه. هات احط لك زي في الفرن. تسلم ايدك. هنعرض عليهم دلوقتي التقسيطه ازاي. تاخد قد ايه وقت في الفرن بقى؟ تاخدش ان شاء الله 10 دقايق. 10 دقايق. احنا ظبطنا يا جماعه التايمر قبل ما نبدا مع حضراتكم. ما كملناش ما شاء الله. بصوا البيتزا الايطالي طلعت رائعه ازاي. تحفه. بصوا العجينه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميله ازاي. برضك العجينه حلوه جدا جدا. هنعجن كمان لحضراتكم العجينه الايطالي. احنا بدانا الاول بالعجينه الفطير الشرقي. احمد بيديله بياض بيضتين على الكيلو دقيق. لازم يكون دقيق قوي. وهكتب لكم الانواع من عندي ولعندي عشان حضراتكم تبقوا عارفينها. بياخد 600 ملي من الميه والملح. وبيحط قد ايه زيت زيتون؟ 100 جرام تقريبا يعني. مش شرط زيت زيتون. اي زيت ممكن عادي. اي زيت نباتي ما يجراش حاجه. وبتتخلط الاول وبعدين اخر مرحله بتدوها بياض البيضتين صح كده؟ صح. تمام. طيب بعد كده بقى بناخدها بيقسطها. انا هنقسطها دلوقتي. هنقسطها دلوقتي يعني بيقطعها لاحجام. طب العجينه تقريبا وزنها يبقى قد ايه للفطيره الحلوه اللي انت عملنا في الصينيه اللي جوه دي؟ مثلا من دي مثلا 150 جرام ل 200 جرام. 150 جرام ل 200 جرام. حلو قوي. مش هتزيد عن كده. تطلع حلوه والسمكه بتاعتها كويسه. نزود شويه ميه بشويه كده. شويه شويه لحد ما العجينه تلاقيها ظبطت معانا. حلو قوي. هنوريكم برده الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. طبعا انت بتفرد العجينه دي الاول وانت اكدت عليا فاكره انا ان الاطراف لازم تتفرد كويس. لازم ندوس عليها بالشوك. تدوس عليها من الشناب. بس كده العجينه ظبطت معانا. تمام كده نديها بس مثلا. بصي تحكي حضرتك. بسم الله. نفتح كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى زي كده. وريها لنا بقى. ماسكه نفسها كده. ودي باين انه قوي من الملمس اهو. هو هتلاقيه فارق. ممكن احنا نديها دلوقتي ايه؟ بيض البيت. اجيبه لك. حلو. لا موجود. عندك؟ طيب تمام. ما شاء الله. اجيب لك كبوله كمان نظيفه. تمام. استنى اهي. ممكن تكسر هنا. حاضر. عايزينها كده حبايبي. شوفوا كده احسن. بسم الله. تعالوا بقى هيدي بياض البيض اهو احمد للعجينه بعد ما قفلناها. دي بالنسبه لي معلومه جديده جدا يا ابو حميد. طب انت بتديها بياض البيض ليه بقى؟ بيخدم العجينه. يديها لمعه احسن. يديها لمعه احسن. احسن. لكن ما يزفرش ما يعملش حاجه صح؟ الصفار هو اللي بيزفر. الصفار اللي بيزفر. معلومه حلوه برده ما شاء الله. حطينا كده بياض بيضتين على الكيلو دقيق على 600 ملي ميه على الملح معلقه الملح وعلى زيت نباتي او زيت زيتون زي ما حضراتكم تحبوا. واحمد اهو بيخلطها بعد ما اتعجنت في اول مرحله واضاف لها بياض البيض. هتحتاج حاجه تاني؟ ممكن نعمل لك بغاشه دلوقتي. البغاشه انا بحبها جدا بصراحه. انا هاخد بقى القمر دي ما شاء الله. هحطها في التقديم عشان اصدقائنا بقى ايه والاخراج يستعرضها. وهنا بص كده. قول لي اطلعها لك بقى؟ لا لسه شويه. لسه شويه؟ لسه الوش الارض بتاعتها والعجينه لسه هناك. خلاص ماشي. اوكي.
هي كده بعد ما خدت البيض. ايوه. عايزه شويه دقيق تاني عشان عايزه شويه دقيق تاني بعد البيض. اه يعني القوام بتاعها بيطرى شويه، فاحنا ايه بنضيف لها شويه دقيق كمان صغيرين لحد ما تلم تاني وتبقى نفس القوام الاولاني اللي انت وريته لنا. بالظبط. كويس جدا. طيب قولي بقى بعد ما انت بتقصتها، معلش، تمام، اشيلها فين؟ احطها في صينيه واسيبها ترتاح بره ولا في الثلاجه ولا اعمل ايه؟ لو لو هتشتغل بيها على طول هتسيبيها بره، بس هنحاول نغطيها بكيس بوريتس تب اي حاجه عشان حاجه عشان ما تعملش قشره، عشان العجينه ما تقشفش. ما تقشفش، تمام، ما تنشفش من الهواء. وبعد كده على طول بقى بنخدعها، اللي هو بنخدعها سنه كده بايدينا. نخدعها سنه كده بايدينا. دي بنبططها زي كده مثلا. ايوه. وندوس على الشبك من هنا. ايوه تبطط بقى. وبعدين نشتغل بيه على طول. كويس قوي. ماشي. طب يلا نوريك دي. ماشي على مهلك. قولي بقى اكتر الـ الـ يعني انت كشيف بقى المفروض في محل فطاطري جميل، اكتر الحاجات اللي دايما بتجي لك طلبات عليها ايه؟ في الشرقي بالذات الحادق. هو الفطير الشرقي عشان مصريين مخترعينه مثلا. صح. تلاقيه شغال جامد. ايه اكتر مثلا حاجه بيجي لك مثلا بالفراخ، ولا يقول لك بالبسطرمه، ولا الناس بالسجق بقى، ولا والله حسب يعني، مش حاجه معينه. الاغلب ايه؟ اصل انا بيبقى لي مزاج في الحاجات دي، فبطلب حاجه بحس ان انا حد غريب شويه، بس في ناس تبقى فاهمه ده. بس هو يعني كله عامه بيحب مثلا فراخ، كله بيحب البروتين. البروتين واللحمه اكيد، والسجق يجي عايزه ميكس تشيز مثلا، عايزه ميكس لحوم على حسب، اجبان او لحوم على حسب. العجينه بتبقى كده زي ما هي كده بنعملها. بصوا بقى العجينه، بصوا بقى احمد بيعمل ايه كده. بيبدا يمسكها كده. ايوه. بيدور العجينه وهو ماسك كده ايه لحد ما تتكور كور كده. احنا قلنا وزن العجينه تقريبا يعني بالتقريب من حوالي 150 ل 200 جرام. 200 جرام. 200 جرام تبقى مظبوطه وتعمل صينيه كويسه كده. ما شاء الله. نحطها في اي حاجه مثلا نشتغل بيها. ما شاء الله. هو بقى طبعا عشان ما شاء الله يعني بقى انت بقالك كام سنه بقى يا احمد؟ بقالي حوالي 8 سنين. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. حابب المجال انت؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه تبقى كده مثلا، بس ده ما يقلش عن 200 جرام. 200 جرام، حلو. كيلو مثلا هيطلع 7 عجينات. 7 كور من دول؟ 7 كور من دول. يعملوا 7 صواني حلوه. يعملوا 7 صواني. فطاير الحجم اللي احنا عارفينه، صح كده؟ نرجع للشرقي بتاعتنا. نرجع للشرقي بتاعتنا، بس طلع لنا بقى اللي في الفرن دي. عشان نشوفها معاك واجيب لك بقى طبق ليها، بس اما انت تقيت تطلعها وريهم الاول شكلها بقى هنا، عشان دي فطيره جميله شرقي اصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. بصي هي كده استوت من وش، بس لسه بصي الارضيه لسه بتاعتها بيضاء. هنسيبها شويه لحد ما نسيبها شويه، بس وريهم ازاي عشان يفهموا يعني اصدقائنا يبصوا معانا. تمام. بصوا هي من فوق مستويه وعايزه تلمع سنه كمان. تتلمع سنه كمان. بس الارضيه لسه بيضة. هنسيبها شويه لحد ما ايه شويه صغيره قوي. ماشي تمام. الفرن بقى شغاله انا عندي في البيت على حراره كام بقى يا احمد؟ هو من 250 يعني ل 60 اقصى حاجه. عادي. اقصى حاجه في الفرن مهم قوي. طب هشغل فوق وتحت؟ فوق وتحت. وقبل ما ندخل اي حاجه الفرن يبقى سخن من قبلها. الفرن سخن بقد ايه؟ مثلا ربع ساعه تلت ساعه كده مثلا. ماشي. ربع ساعه عشان يلون معانا الفطيره بسرعه. يلون الفطيره بسرعه. ماشي اوكي. كده العجينه بتاعتنا اهي، هنحطها في الزيت معانا. لازم بقى كميه زيت حلوه، انا عارفه كده صح؟ مش شرط، عادي. يعني تقريبا قد ايه؟ ورينا كده بتبقى شكلها عامل ازاي؟ ممكن نمسكها كده لازم. أيوة. نحطها في اي حاجه. لو احنا عايزين نشتغل بقى على طول زي دلوقتي. ايوه. انا مش هنكر ان انت يعني ما شاء الله عليك صاحب الفضل بعد ربنا في ان انت خليتني ادور العجينه. لا وبعدين انا هخليها مفاجاه للناس، انا هنزل يعني الفيديو الصغير اللي احنا عملناه سوا واحنا قاعدين هنا في الميكنج عشان اصدقائنا يعرفوا. هو حد جميل وربنا هيوفقك ويكرمك ان شاء الله يا احمد. طب قول لي بقى امنيتك ايه؟ انت ايه؟ اخلص جيش. وايه كمان؟ حاجه حلوه عموما انك تخلص الجيش يعني دي حاجه ان شاء الله. هنخلص الجيش. أيوة. ونشوف اعمل القناه تحتي ان شاء الله نفعلها ان شاء الله. ربنا يوفقك ويكتب لك الخير كله. كده العجينه شبكناها شبك خفيف. ايوه. بنفردها شويه ونسيبها تاني تريح تقريبا قد ايه برضو؟ حوالي 5 دقائق بالظبط. ومفيش واحنا قاعدين دلوقتي هنهويها. هنهويها. ماشي واحنا قاعدين. طيب ماشي حلو قوي. نطلع البيتزا. يلا نطلعها بقى. انا عملت لك طبق اهو جاهز.
ممكن نقدمها هنا على راحتك. واحنا ايه كده نزلنا مقادير الفطير الشرقي. انت اديتها حشو من فوق كمان يا احمد، يعني انت حشيتها فوق بس ولا جوه؟ لا هي جوه بس، البيتزا الشرقي هي جوه بس. بيتزا الشرقي حلوه على فكره، حلوه بس عايزه تقعد دقيقه واحده. اوكي البيتزا الشرقي بتديها من جوه. انا شفتك اصلك حطيت على الوش شويه خضروات. البيتزا الشرقي بيتحط مثلا، في ناس اكتريه المحلات بتشتغل بيض من جوه، وفي ناس بتشتغل بيض من بره. فهمتك. بس هو الاحسن من جوه. جوه طبعا. حط الحشو، يمسك الحشو، حط يمسك الحشو ويدي الفطيره طعم حلو قوي. طيب الحشو بقى انت ادينا فكره برضه، كميه الحشو اللي بنحطها في الفطيره المفروض ما تبقاش زياده صح؟ هو المعقول، معقول بسيط كام حاجه كده موازنه من كل حاجه. فطيره بسطرمه ممكن نعمل فطيره بسطرمه كمان، الناس بتحب تفطر بيها جامد جدا. انا بحبها جدا اصلا. أيوة. وبعدين تاني حاجه السجق الاسكندراني، معلش عشان انا يعني ست بحب اهل اسكندريه جدا. السجق الاسكندراني رائع، بحبه بقى بالتقليدي، الفلفل زيتون، البسطرمه بحبها جدا. طبعا في اكيد ناس بتحب حشوات بالفراخ وباللحوم اكيد. طيب عقبال بقى ما نسوي احنا اللي جايه دي قدامنا كده دقيقتين، هنستسمح حضراتكم ونطلع فاصل. بعد الاستراحه هنرجع انا وابو حميد نشوط الشوط الثاني، نشوف هيعمل معانا ايه. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، وابو حميد طلع لنا اهو الفطيره. بصوا جمالها، بصوا بقى من الظهر كمان، بصوا بقت مقرمشه وذهبي وحلوه ازاي، تجنن. استنى اجيبها لكم ناحيتي اهي، معلش كده. ايوه من ناحيتي، الله ينور، شايفين الجمال؟ الله اكبر. حشو رائع، الحشو جوه مظبوط على فكره وحلو جدا، وتخانتها حلوه، وادينا عرفنا اهو مقدار العجينه.